السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. كيف ما كنقول لكم دائما، الرد ببرودة أعصاب دائما كيكون أفضل شيء باش نردوا به على الفقاقير، لأنه كيتصابوا بالهستيريا، كيتصابوا بالسعر باش كنردوا عليهم بهذه الطريقة. الموضوع ديال اليوم مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت، خطير ماشي علينا ولكن على الفقاقير، وهو الرد على ما يحدث أو ما حدث في الحدود قرب في جيج وما حدث في القرقلات سابقا. ففي 1968 الفقاقير بنا واحد السد ديال جورج التربة اللي كيغدي مدينة بشار بالماء، واللي كيتغدى هاد السد من واحد الواد سميتو واد القوير اللي جاي من المغرب وكيصب عندهم في بشار. ومباشرة بعد أحداث القرقرات الأولى في 2016 المغرب شارع في بناء هذا السد اللي جاء الغرب ديال مدينة الرشيدية، شرق مدينة الرشيدية عفوا، في واد القوير، عقلوا على هذا الاسم، وهو اللي كيصف اللي كيغدي السد ديال بشار تحديدا. وإذا رجعنا لصور الأقمار الصناعية كيفما كتشوفوا في الفيديو غادي تشوفوا أن هذه الصور كيأكدوا بأن السد ديال بشار ديال مدينة بشار كينقسم منه الماء تدريجيا، لأن السد المغربي قطع عليه الطريق. نفس الشيء تقريبا ما يحدث مع إثيوبيا ومصر. ومع ذلك ما بديناش نعمروا السد سوى مؤخرا في 2021، وتحديدا قبل أيام قليلة فقط، للرد على ما حدث قرب الحدود في جيج، وردا على القرقرات وعلى الصحراء بصفة عامة. وهنا خصكم تعرفوا واحد القضية، ما كاينش شي حاجة كيديروها الفقاقير وما عندهاش عواقب خطيرة. والخطير في هذا الأمر أن سكان بشار مؤخرا وسكان الجزائر عموما كيعانيوا من نقص المياه، وخارجين في المظاهرات لأن المياه ديال الشرب ما بقاش كتوصل لهم. وراكم يعني شفتوا في الأسابيع الماضية الأزمة ديال المياه في الجزائر، والسد ديال بشار قريب يولي جاف نهائيا. وديك الساعة مشيو يشوفوا شكون اللي يجيب لهم الماء، يشوفوا مع البوليزاري ويجيو يعمروا لهم السد. كاين اللي غادي يجي يقول لي هذا ماشي تصرف إنساني وما إلى ذلك، لكن رد واحد شافي وكافي، البادئ أظلم. هما اللي بداو ومشيو يدبروا حالتهم دابا مع الماء، وهذا الشيء غادي يزيد في حالة الغليان والاحتقان ضد النظام العسكري، وداك الشيء اللي بغينا احنا نيس، هذا ما نريد. إذن هذا هو الموضوع اللي بغيتكم عفوا تشوفوا معايا في هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم. وتحية الناس في جيج، وتحية لدوك الناس اللي مشاو هزوا النخل من داك الأرض اللي بين قوسين ديال الجزائر وجابوا النخل باش يزرعوها عندنا في المغرب. الارض ديالنا الحمد لله فيها الخير وكتعطي الكثير. تحيه للناس في جيك من هذا المنبر، واراكم في فيديو قادم ان شاء الله.